يمكن تكلمت قبل قليل عن موضوع التضخم على مستوى العالم، وتقديرات صندوق النقد الدولي أن التضخم هذا العام تقريبا على مستوى العالم 8.8 ينخفض قليلا إلى 6.8 تقريبا في العام القادم على مستوى العالم. ونلاحظ أن أرقام التضخم في المملكة لهذا العام 2.6. وأذكر مرة ثانية أن سبب عدم وصول التضخم العالمي إلى المملكة هو سببين رئيسيين. السبب الأول هو التدخل الحكومي المبكر، والعامل الرئيسي في ارتفاع مستويات التضخم عالمياً كانت أسعار الطاقة. فلما وضعت الحكومة السقف خلال العام الماضي في شهر 7 من العام الماضي، أوقفنا مسألة التضخم في أسعار الطاقة، وبالتالي هذا حد من ارتفاع التضخم في المملكة. العنصر الثاني هو استراتيجيات استباقية اتخذتها المملكة خصوصاً فيما يتعلق بالغذاء. استراتيجية الأمن الغذائي استثمرت فيها الحكومة مليارات، وعندما أيضاً شاهدنا تسارع التضخم العالمي ضخت الحكومة مليارات أيضاً لدعم القطاع الخاص لرفع المخزون، وبالتالي لم يكن هناك، يعني نشاهد في الأسواق وفرة ولله الحمد، ونعتقد يجب أن نفكر دائماً في مسألة التضخم أيضاً عن الوفرة. الأسوأ من التضخم هو الوفرة، عدم وجود المواد الغذائية وغيرها. المواد كانت متوفرة في الأسواق ولله الحمد وبأسعار، نعم كان فيها تضخم لأنه إحنا جزء من العالم، لكن ليس بنفس المستوى اللي شاهدناه عالمياً. العنصر الثالث اللي ساعد بشكل أيضاً مهم في عدم وصول التضخم العالمي هو ارتباط الريال بالدولار، وارتفاع سعر الدولار الريال والدولار مع العملات الأخرى. لما نستورد، أعطيكم مثال واحد بسيط، لو ارتفعت سلعة في اليابان في سنة 22 بسبب التضخم بنسبة 20% بأسعار اليابان، 25% بأسعار اليابان، واستوردناها للمملكة، سنستوردها بنفس سعرها اللي حنا نستوردها فيه، لأنه سعر الصرف بين الريال والين الياباني ارتفع بشكل، قيمة الريال مقابل الين ارتفعت، وبالتالي حتى لو صار في تضخم بالنسبة لنا سعر الصرف قلص بشكل كبير جدا من استيراد هذا التضخم.